الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الصينية بكين في مستهل زيارة دولة يشارك خلالها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الصيني. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة بشأن مجزرة قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد النازحين في رفح الفلسطينية. توالي الاعترافات الدولية بفلسطين كدولة مستقلة، ورئيس الوزراء الإسباني يؤكد أن حل دولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة. التاسعة بتوقيت غرينتش، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من DMC. أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها لجمهورية الصين الشعبية تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، التي يشارك خلالها كذلك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الصيني. وتتضمن زيارة الرئيس عقد مباحثات قمة مع نظيره الصيني ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية لتعزيز العلاقات الثنائية. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية، ومشاركة السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية للاجتماع العاشر لمنتدى التعاون الوزاري العربي الصيني. ولدى وصول سيادته العاصمة الصينية بكين، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية. قال مصدر أمني مطلع لقناة القاهرة الإخبارية إن التحقيقات الأولية لحدث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات هذا. ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مسؤول قوله إن الهجوم الإسرائيلي على محور فلادلفيا يخلق أوضاعا ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد. هذا وأكد المصدر أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته من خطورة تفجير الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة، وأن محور فلادلفيا ليس أمنيا فقط لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية. وأضاف المصدر أن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فلادلفيا. تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي المدفعي والجوي العنيف منذ ساعات الليل وحتى ساعات الصباح في مدينتي رفح وغزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى. وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن 9 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح جراء قصف مدفعي استهدف خياما للنازحين في محيط بركسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بمنطقة تل السلطان شمال غربي مدينة رفح. وفي شرق مدينة غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال لمنزل يعود لعائلة فلسطينية في منطقة بني عامر بحي الدرج. هذا ووصفت الإدارة الأمريكية الصور الواردة بعد الغارة الإسرائيلية أمس على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بأنها مدمرة. وأكد البيت الأبيض في بيان له اليوم أنه يتواصل بشكل فعال مع الجيش الإسرائيلي والشركاء في الميدان لتقييم ما حدث.
وجدد البيت الأبيض دعوته لإسرائيل بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بشأن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد النازحين في رفح الفلسطينية، وكانت الجزائر العضو غير الدائم بمجلس الأمن وممثل المجموعة العربية. قد دعت إلى جلسة مشاورات طارئة بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة مروعة من خلال قصف مركز ومقصود لمركز نزوح بركسات التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا شمال غربي محافظة رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد حسن عامر الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية. بعد التحية أستاذ محمد، يعني إذا يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بشأن المجزرة الإسرائيلية على النازحين في مدينة رفح الفلسطينية تحديدا، ما توقعاتك من جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم؟ أهلا بك يا أستاذة دينا، وتحياتي لك ولكل متابعيكم شاهد دي ام سي. يعني طبعا جلسة مجلس الأمن الدولي النهاردة بتأتي عقب مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في رفح، والمفروض أن ده بيأتي بالمخالفة لقرار محكمة العدل الدولية اللي صدر قبل أيام، واللي بيلزم إسرائيل بوقف يعني عملياتها في رفح واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، بالإضافة طبعا لقرارات محكمة العدل الدولية اللي كانت صدرت قبل كده بخصوص مسألة يعني تجنب الأمور التي تخالف اتفاقية الإبادة الجماعية. نفترض أن قانونا يعني أو وفق الأمور التنظيمية لعمل الأمم المتحدة في القانون الدولي أن مجلس الأمن هو يعني يجتمع يناقش ما قامت به دولة إسرائيل بالمخالفة لقرارات محكمة العدل الدولية. يفترض أنه كان يتم صياغة قرار يلزم إسرائيل بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، لكن طبعا يعني أعتقد المؤشرات كلها بتقول أن حتى لو ده حصل فطبعا طوق النجاة معروف لإسرائيل بيتمثل في الفيتو الأمريكي. وأنت تتحدث أستاذ محمد عن الفيتو الأمريكي الذي دائما ما يقف أمام أي قرار من مجلس الأمن الدولي، على الرغم من أنه الإدارة الأمريكية وصفت الصور الواردة بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة على النازحين في رفح جنوب قطاع غزة بأنها مدمرة، ودعت إلى تحقيق في هذا الأمر، يعني تعليقك. الولايات المتحدة يعني حماية المدنيين، أنا أعتقد أن ده يعني غير منطقي في ظل طبيعة الضربات الإسرائيلية وآلية تنفيذها والعشوائية اللي بتتم بها، لأن مش موضوع يعني إسرائيل مش فارق معاها فكرة المدنيين، فللأسف يعني مجرد دعوة لا تحمل أي معنى في الواقع العملي. لو الولايات المتحدة الأمريكية جت كانت طلبت بشكل مباشر من إسرائيل أن يتم وقف الهجوم على رفح، أن يتم اتخاذ إجراء عقابي أو حتى أي إجراء من شأنه يعني أن إسرائيل لا تقول أنا لازم أتوقف أو يعني يكون في حث لا أكثر من كده على وقف الهجمات، خصوصا أن الموجودين في هذه المناطق يعني كما نعلم مدنيين، أو يعني حتى لو كان ما بينهم أهداف تريدها إسرائيل فانه حتى وفقا للقانون الدولي وفقا لكل القواعد يعني المتعارف عليها لا يحق لها استهداف هذه الاماكن حتى لو كان يتحصن بها من تصفهم بالارهابيين ما بين قوسين وفقا لها. بالتالي لا يعني انا اتصور ان الموقف الامريكي لا زال متراخي، ويكتفي بعض العبارات اللي هي يعني لا تقدم او تؤخر كثيرا يعني. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد حسن عامر الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك.
هذا وصعدت دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية من انتهاكاتها واسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين، وكثف جيش الاحتلال ارتكاب جرائم القتل والحرق والتدمير التي طالت جميع مناطق قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي وحولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم. منذ نشوء دولة الاحتلال عام 1948 عمدت حكومتها المتعاقبة على اتباع أشد السياسات فتكا والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين لضمان احتلالها الدائم. وعلى مدار عقود لم يسلم من سياسات البطش الإسرائيلية بشر ولا حجر ولا نبات في ظل تضليل آلامي وحصانة من الملاحقة، حتى جاءت حرب الإبادة الجارية على قطاع غزة لتفضح ما كان مسكوتا عنه لعشرات السنين. جرائم قتل وحرق وتدمير طالت جميع أجواء قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. شهداء وجرحى يناهز عددهم 120 ألفا، وآلة الحرب مستمرة في حصد الأرواح وتحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم. يستوي في ذلك من يعيش في غزة أو الضفة المحتلة. وإلى جانب مشاهد القتل اليومية وسياسة التجوية، تبرز معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل بعد تقارير متعاقبة رصدت حفلات تعذيب أسبوعية وانتهاكات جسيمة وحربا نفسية يتعرضون لها بشكل يومي. هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أكدت في أحدث تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 9000 فلسطيني في الضفة خلال الأشهر الثمانية الماضية، فيما وثقت مؤسسات حقوق مرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من جانبه وثق عددا كبيرا من حالات التعذيب للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات إلى الجثو على ركبهم ويتعرضون للضرب المبرح. طلبت الأمم المتحدة إسرائيل بضرورة وقف غاراتها العسكرية على مدينة رفح الفلسطينية، ودعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن الغارات الجوية الإسرائيلية التي ضربت خيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي أدت بشكل مأساوي إلى مقتل أكثر من 35 فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال وإصابة العشرات بجروح. وجدد وينسلاند دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين والامتناع عن الأعمال التي تحول دون إنهاء الأعمال العدائية وتزيد من تعريض الوضع الهش على الأرض والمنطقة كلها للخطر. طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الدولية والوقف الفوري لهجومها على رفح جنوب قطاع غزة عقب المجزرة التي ارتكبتها في خيام النازحين. وقال ميشيل في منشور له على منصة إكس إنه لا توجد منطقة آمنة للنازحين في رفح الفلسطينية، وجدد الدعوة إلى تطبيق وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وذكر رئيس المجلس الأوروبي الحكومة الإسرائيلية بأن الاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تظل قائمة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي بما يتماشى مع قيم التكتل. فيما قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن كندا تشعر بالفزع إزاء غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 45 شخصا في مخيم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن أوتو تدعو إلى وقف إطلاق النار على الفور. وأوضحت جولي على منصة إكس أن بلادها لا تدعم عملية عسكرية أو عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، وطلبت بضرورة أن ينتهي هذا المستوى غير المسبوق من المعاناة الإنسانية. اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا اليوم بفلسطين كدولة مستقلة في خطوة قد تتخذها عدة دول أوروبية أيضا رغم التحذيرات الإسرائيلية.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة. وقال سانشيز في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة مدريد إن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة قرار تاريخي لديه هدف واحد، وهو المساهمة في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. هذا وأعلنت النرويج اليوم الاعتراف رسميا بدولة فلسطين بحسب البيان الصادر من وزارة الخارجية النرويجية. وإلى أخبار الشأن المحلي، إذ تابع وزير الإسكان عاصم الجزار مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك. كما تابع وزير الإسكان موقف المناقشات الحالية مع مسؤولي البنك حول فرص التعاون المستقبلية، وذلك في إطار تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة نسب تغطية الخدمات على مستوى الجمهورية. تناول اللقاء تعاون في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تعتمد على آلية التمويل القائم على النتائج، وذلك بحضور ممثل وزارة التعاون الدولي ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان. أكد وزير الري هاني سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات. وأوضح وزير الري أن هذه المشروعات تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين من المزارعين ودعم الأمن الغذائي. وأضاف أن الخطة الاستثمارية لوزارة الري للعام المالي الحالي 2023-2024 تبلغ حوالي 51 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى 98% من إجمالي الخطة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام. يفتتح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر اليوم محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات، ويقع المشروع التابع لهيئة المحطات النووية بالقرب من مدينة رأس غارب في منطقة خليج السويس. ومن المقرر أن يولد مشروع طاقة الرياح بالسويس 1.1 جيجا وات باستخدام توربينات يصل ارتفاعها إلى 220 مترا، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات وتخفيض ما يقرب من 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا. شهد وزير التعليم العالي دكتور أيمن عاشور مؤتمر التأهيل الوظيفي تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وأكد وزير التعليم العالي أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم العالي ليتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل. وأشار إلى أن الفرصة متاحة لجميع الطلاب والخريجين للاستفادة من خدمات المراكز الجامعية للتطوير المهني، مؤكدا تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال 46 مركزا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية بحلول العام 2026. أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد حق انتفاع لشركة تركية باستثمارات 40 مليون دولار لمساحة 65 ألف متر مربع يقام عليها مصنع للملابس الجاهزة. هذا وأوضحت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن توقيع العقد يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الاستثمارات التركية في القطاعات الصناعية المستهدفة، خاصة مجال المنسوجات والملابس الجاهزة.
جاهزة، وأكد أن هذا التوقيع هو السادس من نوعه من بين 15 مشروعا جاري دراستها لتنفيذها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة التي عملت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تطويرها وتجهيزها لاستقبال مختلف الأنشطة الصناعية، خاصة صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات لتكون مركزا إقليميا لهذه الصناعة. ورياضيا، ينطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم بقيادة مديره الفني حسام حسن استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما السادس والعاشر من يونيو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد أعلن قائمة المنتخب والتي شهدت عودة النجم المصري محمد صلاح إلى القائمة. وكان المنتخب المصري قد تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل. تقام اليوم ثلاثة لقاءات في إطار منافسات دور الاثنين وثلاثين من بطولة كأس مصر، حيث يستقبل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي في الخامسة مساء فريق مكادي على استاد المقاولون العرب، وفي الثامنة مساء يلتقي فريق زد نظيره الداخلية على استاد القاهرة الدولية، وفي التوقيت ذاته يستضيف فريق سموحة فريق لافينا على استاد الإسكندرية. هذا وقد عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الانتصارات في بطولة الدوري بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيف الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة. افتتح ناصر ماهر أهداف الزمالك في الشوط الأول قبل أن يحرز سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الشوط الثاني. الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة الثامنة والعشرين في المركز الثاني عشر من 17 مباراة، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة السادسة والثلاثين في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري. إلى هنا مشاهدينا الكرام نختتم هذه النشرة الإخبارية من دي أم سي، شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.